الرادار. في الرادار لليوم باش نتبعوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المحلي الجديد بالمرناقية ومختلف الخدمات اللي يزديها المكتب هذايا. التفاصيل الكل باش تكون مع مديرة المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدام سونيا ورفلي. اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام سونيا. بخير اصلابنا. مشكورة جدا. كل مستمعيك سفاسي. مشكورة جدا على التدخل معنا. اذا نحن ديما في متابعة للخدمات متاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المكتب المحلي الجديد بالمرناقية. باش نرجع معاك على مختلف الخدمات اللي باش يزديها المكتب هذا. يعيشك مدام لبنى. نحب نشكرك على اتاحة الفرصة باش نقدموا المكتب الجديد وجملة خدمات اللي يزديها المنظورين. نحب نذكر في البداية اللي مكتب الصندوق اللي مكاتب الصندوق تغطي كامل طلاب الجمهورية من شمالها جنوبها. توا عندنا 57 مكتب وسلطة الإشراف تسعى دائما لتقريب الخدمات أكثر ما يمكن. في الإطار هذا جاء افتتاح المكتب المحلي بالمرناقية من ولاية منوبة. المكتب هذايا أحدث في 7 سبتمبر 2023 وغطي مناطق المرناقية، برج العامري، جديدة، وتبربة والبطان، يعني 5 معتمديات. وإحنا نعرفوا المنطقة هذه فيها كثافة سكانية عالية قرابة 167,000 ساكن. لذا قرار إحداث المكتب المحلي بالمرناقية ضرورة لتقريب الخدمات. أولا، وزادة باش نخفوا الضغط على مكاتب الصندوق بمنوبة خاصة. ويجدي المكتب المحلي الجديد جميع خدماته لفائدة العملاء غير الأجراء والأجراء والمؤجرين. ونحب نقول قداش عنا أجراء مؤجرين ومضمونين اجتماعيين. عنا 11,461 عامل غير أجير. عنا 1,326 مؤجر. وعنا 45,211 مضمون اجتماعي. والخدمات المزديه هي التسجيل والحسابات الفرديه، ايداع التصاريح بالاجور، انخراط ومسك الحسابات، والاستخلاص والمنافع والخدمات الاجتماعيه. المنافع والخدمات الاجتماعيه نقصد بها الجرايات، ونقصد بها منحه الدفن، ونقصد بها الموندا نتاع الاطفال. هذوما الكل تصديهم الخدمات هذوما توا على مستوى المكتب المحلي بالمرناقية. إذا هذوما أهم الخدمات. هذوما أهم الخدمات. اللي حتى أي حتى أي التوقيت ما فيها بس كان ذكروا حتى بالتوقيت نتاع عمل المكتب. التوقيت نتاع عملنا 8 نتاع الصباح نحلوا المكتب، حتىش نص نهار، ومن ماضي ساعة حتىش 5 نتاع العشية. واضح. وعندنا ساعة بيرمانونس، ساعة بيرمانونس هذه اللي هي من نص نهار لماضي ساعة. يقعد شكون في البيرمانونس اللي نجم باش يجاوب المواطنين، باش يقبل عليهم مضامين الولادة، باش يستفسروا عنه، يعني الولادة، يقدموا زادة، ياخذوا ليزيستوريك بالصغير، هذوما الكل ينجموا يعني يتصلوا بالمكتب. حتى من نص نهار لمدي ساعة. وعنا زادة نهار السبت، نهار السبت من 9 لنص نهار نقدموا زادة خدمات للمواطن في المجال هذايا. واضح مدام سونيا. إذا هذايا شكرا مدام. عنا زادة حبيت نذكر عنا خدمات عن بعد، كان تسمح لي نقدمهم اللي ينجموا يعني المواطنين يستعملوه من غير ما يتنقلوا للمكتب. بالنسبة للأجير يمكن الاطلاع على كشف الحياة المهنية عن بعد عن طريق بوابة الصندوق اللي هي www.cnss.ca. والاطلاع أيضا على المنح العائلية. والعاملين لحسابهم الخاص ينجموا زادة يطلعوا على الستوريك دو سالير عن بعد، ويدفعوا اشتراكاتهم عبر موقعنا باستعمال البطاقة البنكية أو عبر الهاتف الجوال. ونجم نعطيك مدام عبر الهاتف الجوال نجمو يعني كومبو على اوريدو ايطوال 122 10 او على اورانج 130 ايطوال 139 10 او على طريق اتصالات تونس زاده ايطوال 127 10. هنا نجمو يدفعوا
من غير ما يتنقلوا للمكتب. هذوما الخدمات المزدات عن بعد، هذوما اهم الخدمات المزدات عن بعد. مشكوره جدا مدام سونيا الورفلي على توضيحات هذوما الكل، مديره المكاتب الجهويه والمحليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. رجعنا معها للخدمات المزدات من قبل مكتب محلي جديد بالمرنقيه. كل التفاصيل تلقوها على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مواصلين معكم بفقرات اللي تهمكم بدرجه اولى من توا حتى ال11 ديا الشارع التونسي.